خلال اجتماع في كييف، سلم زيلينسكي سفير الاتحاد الأوروبي لدى أوكرانيا ملفين يتضمنان طلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. أعرب الرئيس الأوكراني عن أمله في أن تحصل بلاده في الأسابيع المقبلة على وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والحصول على وضع الدولة المرشحة يستغرق عادة سنوات، لكن زيلينسكي يأمل أن يتم الإجراء في غضون أسابيع أو أشهر قليلة. نحن نتفهم أن هذا إجراء رسمي على أوكرانيا اتباعه في سبيل دخولها الاتحاد الأوروبي. شعبنا يشعر نفسياً في عقله الباطن بأنه في أوروبا منذ فترة طويلة. والاستمارة التي قدمها زيلينسكي ستنظر فيها المفوضية الأوروبية للتحقق من مدى احترام أوكرانيا لمعايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ورفع توصية إلى الدول الأعضاء، فالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عملية معقدة وتستلزم مفاوضات ومعايير يصعب على بلد في حالة حرب الوفاء بها، مثل الاستقرار السياسي واقتصاد السوق الفعال. ويتطلب الاتفاق إجماع الدول الأعضاء 27، لكن هذه الدول منقسمة حول مسألة عضوية أوكرانيا. الجمهورية السوفيتية السابقة التي بدأت روسيا غزوها في فبراير الماضي دعت 8 بلدان، وهي جمهورية تشيكيا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا وبلغاريا وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا، في رسالة إلى فتح المباحثات لانضمام أوكرانيا، لكن ثلث الدول الأعضاء بما فيها بلجيكا وهولندا وإيطاليا وإسبانيا أكثر تحفظاً على انضمام أوكرانيا. فهل تنضم أوكرانيا للاتحاد الأوروبي قريباً؟